لا حرج في ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يجوز ذكر الله تبارك وتعالى قائما وقاعدا ومضطجعا وفي جميع الأحوال. والإنسان المهم في عند الذكر وعند القراءة أن يحاول دائما أن يكون قلبه متيقظا، أن أي يتدبر، أن يتدبر الذكر ويتدبر القرآن. حتى الذكر يحتاج إلى تدبر. نعم عندما تقول الله أكبر لابد أن تستحضر في قلبك أن الله أكبر من كل كبير، وهذا يمنعك من أن تفعل ما يخالف أمره أو تطيع غيره فيما يعصيه.